أحيتهم فيها سلام، هي طلقته الأخيرة، قد تصيب وقد تخطئ. وتذهب جهود رئيس الحكومة نتنياهو هباء منثورا. نتنياهو قرر أن يكون بين مؤيدي اليمين في تظاهرتهم اليوم في دوار ربين، يحاول إقناع الناخب بانتخابه، وهذا بعد 6 أعوام له كرئيس حكومة. والمنطق السياسي يقول إن رئيس حكومة في ولايته يكون أقوى من غيره وسابقه بعدة خطوات. ولكن هناك من يقول أيضا أن تكون في المعارضة أسهل بكثير، لأن يكون لديك الكثير من التقصير لتحتج عليه وتشير إليه بالبنان. فالحزب الحاكم يا إخوان يجد نفسه يصارع، وكما يقال في عالم الرياضة، الهبوط إلى القاع، قاع اللائحة. فطل علينا نتنياهو كما كان متوقعا، على الأقل لدي أن يأتي بمراوغة سياسية بوليتيكال أو ميديا سبين لتضليل بعض المرشحين، فجاء مغازلا لموشي كحلون ليوقع به في فخ العسل. فرد عليه سريعا كحلون، فهو الآخر محاط بترسانة وحشية مستشارين كبيرة، رافضا هذه الدعوة، مؤكدا أنه بعكس مرشحين آخرين يخاطب الجماهير، ولا توجد لديه أي نوايا الآن أن يخاطب السياسيين، أي لا يجري مفاوضات لتشكيل الحكومة عبر وسائل الإعلام. فضرب عصفورين بحجر واحد على الأقل أمام جمهور ناخبي. الأول، كحلون مبدئي حتى هذه اللحظات يحافظ على أصوات ناخبيه المتوقعة ولم يلقي بها في أحضان نتنياهو أو اليمين. أما العصفور الثاني فقد أبقى جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع الجميع ولم يغلق الأبواب، بمعنى أن من يقوم أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة بصرف فواتيره التي يسوقها على أنها فواتير ناخبي هو من سيكون العنوان. نعم نعم، سمعه جيدا هيرتسوغ، لهذا تحدث الثاني صباحا مشيرا إلى أن نتنياهو مضغوط، لهذا بدأ يوزع بالمناصب. نتنياهو منذ بداية حملته لا يتوقف عن ارتكاب الأخطاء الإعلامية، ما أدى إلى تعزيز مكانة المعسكر الصهيوني في استطلاعات الرأي. احذروا ألا تقعوا بخطأ تجاوز قانون الدعاية الانتخابية وغيرها، فمن يدري؟ نحن نعلم أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يومين قبل الانتخابات بحاجة إلى إثباتات أنها غير مدعومة وممولة ماديا من السلطات المحلية والبلديات التي تدعمكم أو من قبل حزبكم. نعم، أخاطبكم أنتم في الليكود، ولكن كما يقال كل شيء يبقى مفتوحا لا ينتهي حتى ينتهي. دمتم في رعاية الله.